وفد مكتب العلاقات الوطنية لمجلس الوطن الكردي أم جمع الاتحاد السرياني أم سباسيوات كان جسق على جمرة برنجة كي قلكي خشبو وأم دوي جواتها بوارا أم سرقلك بجارة أم آخرين وأم سربيش كتنا جواكا سوري لحالة جواكيدا حتى بقي حالة سياسي وأم أم سرقلك تشتا أم تفقين وأم دروجي بيش دا أم كاركي بحبرة بكين أو بن وقالك جهاتي ديجي إيه سياسي إيه ثقافي إيه اجتماعي هنا أم بويرنجي تفقين وأم كاركي بكين ديواري حالة بيش كتنا جواكا مي يا كردي سوري سرياني أرمني عربي دحمو مجارة باسم حزب الاتحاد السرياني نرحب بوفد مكتب العلاقات الوطنية والسلم الأهلي في المجلس الوطني الكردي. طبعا ناقشنا العديد من القضايا. أعضاء الوفد مكتب العلاقات لديهم أفكار تخدم المجتمع، مفاهيم الاجتماعية، مفاهيم السلم الأهلي بين المكونات، وهذه المفاهيم كلها نحن في حزب الاتحاد السرياني ندعم هذه الأفكار والعيش المشترك بين جميع المكونات والسعي جميع المكونات بوحدة الصف من أجل أن يكون لهم مستقبل أفضل في المنطقة وسوريا عموماً.